اسال عرب. اسمه عرب والله؟ هو ما اسموش عرب بس انا مسميه عرب. اسال انت موضوع ترانسفير ريال دي ايه رايك فيها بقى؟ بص هو طبعا اكيد في تخبط اداري لان انا سمعت برضو عن موضوع رؤى دوت الباسبور بتاعه خلصان وبتاع فمش عارف بصراحه يعني المفروض طبيعي ان الاداره عندك او الاداري بيبقى بيعمل كل تشيك على الباسبورتات يعني فده طبعا تخبط اداري والموضوع مش لذيذ واكيد برضو تاخر السفر والموضوع التصريح ده برضو اكيد هياثر على حتى معنويا ونفسيا للعيبه وانا شايف ان الفتره حتى اللي هي التاخير دي بتعمل اجهاد ذهني واجهاد نفسي على اللعيبه بس بتمنى ان تكون اللعيبه على قد المسؤوليه لانها مباراه مهمه وما فيهاش اعذار يعني افرض بقى لعيب خط نص اتصاب ومفيش لعيب خط نص خالص كان هو اشرف رؤى دلوقتي مفيش وانا انا بصراحه يعني برضو النقطه اللي مين يتحمل يعني عمال ابص لها ان الاداري فين او المسؤول عن الموضوع ده ازاي اصلا يعدل عليه الموضوع ده برضو من ضمن الحاجات ده معناه ان مفيش اهتمام مفيش هم اصلا بيفكروا يشيلوا الجهاز الاداري كله وبصراحه ده لازم عايزين يجيبوا طارق السيد لا ده لازم ايا كان بقى طب رايك في طارق السيد في منصب الاداري ده بص هو يعني موضوع الاداره مختلف تماما لان في الاخر دي يعني منصب تقيل بخصوصا كمان انت بتبقى مثلا مسؤول عن في نادي الزمالك او في نادي الاهلي فالموضوع مش سهل برضو زي ما انت متخيل اكيد طارق من الاسماء الكبيره جدا بس برضو ما شفتوش قبل كده كناحيه اداريه هل هيبقى يعني ممكن يكون قريب للعيبه وكل حاجه بس كناحيه اداريه ما اعرفهاش ما اقدرش احكم عليها غير مع الوقت يعني بس هو برضو منصب صعب مش سهل يعني بس هي دي القصه اما فعلا انا معاك في نقطه ان الجهاز الاداري لازم يمشي لان في الاول والاخر دي بطوله مهمه يعني مش رايحين نلعبوا مباراه وديه شايف الزمالك استرخص في موضوع الطياره ده؟ والله انا مش عارف يعني ما بص ما انت ايه موضوع اذا كان اصلا يعني موضوع حتى ان هو الباسبور منتهي محدش عارف ان الباسبور منتهي يعني واخد بالك فانت بتتكلم في ترخيص طياره رخص للطياره فانت يعني جت على دي ما يعني الموضوع الافظع ان انت مسافر لعيب الباسبور بتاعه منتهي يعني معناه ان حتى الاداري مكسل ان هو يبص في التاريخ يعني المفروض اصلا بيحصل تشيك على كل اللعيبه قبل ما يعني قبل ما يحصل السفر والكلام ده شيء طبيعي اتعلمناه واحنا بنلعب كوره يعني فده برضو معناه مع احترامي برضو للجزء الاداري برضو لسه في تخبط في نادي الزمالك وده شيء طبيعي يعني زي ما بيتقال كده ايه مفيش اهتمام مفيش احترافيه في الموضوع فكل ده اكيد هياثر بشكل كبير جدا بس اتمنى ان اللعيبه تقدر تخرج من الازمه دي بس تمام حبيبي باي باي عارف